بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المهندس عفيف زريقات. كنت أعاني من مشكلة في ركبتي اليمين، كان في تآكل في المفصل في الغضروف الهلالي، تآكل شديد وتنكس، والحقيقة عانيت كثير أثناء عملي، وكانت يعني المشي بالنسبة لي شيء صعب جدا. قمت مراجعة الدكتور أسعد الشيخ، ما شاء الله عليه، يعني رجل علم في مجال جراحة المفاصل، ومن فضل الله سبحانه وتعالى وبكرمه وببراعة الدكتور أسعد قام الدكتور بعمل عملية بتركيب مفصل صناعي في الركبة اليمين، ومن فضل الله سبحانه وتعالى رجعت أمارس حياتي الطبيعية بشكل ممتاز جدا، ومن فضل الله سبحانه وتعالى يعني بحيث أنه يعني القدم أستطيع أني أحركها وأثنيها بالطريقة اللي المريحة جدا، وممارس حياتي الطبيعية كمهندس في المواقع، ومن فضل الله سبحانه وتعالى بكل أريحية، وهذا يعني أولا من فضل الله سبحانه وتعالى، ثم ببراعة وما شاء الله يعني الدكتور أسعد من الناس اللي معروفين في هذا المجال، ويعني قام بهذه العملية وبكل نجاح. بارك الله فيه وشكرا جزيلا.